النهاردة مخصصين حلقتنا كلها لكل اللي بيحاول ينجح وكل اللي بيحاول يبتكر وكل طبعا احنا يعني لينا حملتنا دعم المخترعين والمبتكرين بقالها حوالي الحمد لله 4 سنين مستمرين فيها ان شاء الله، لان هو ده اللي احنا محتاجينه في الوقت الحالي. محتاجين شباب ينتج بالعقول، محتاجين ابتكار جديد، محتاجين عقول خارج الصندوق زي ما بيقولوا، محتاجين ان احنا نشوف شبابنا واطفالنا ممكن ازاي تكون نوسع ادراكهم، لان هم دول اللي هيحملوا رايه الامل بتاعت بكره، هم دول اللي من خلالهم هنشوف ان شاء الله مصر احلى. عايشين في دلوقتي في الفتره الزمنيه الانتقاليه ما بين وقت صعب قوي وتراجع في كل مجالات حياتنا، ان شاء الله الانتقال للافضل، فلازم يكون في حد بيحمل من بعدنا الرايه دي، يكون حد من يعني جيل كامل من الشباب وبعده جيل اللي هو الاطفال اللي هيكون بعد كده شباب يحملوا هذه الرايه ويكونوا من خلالهم يعني الحياه بتاعتهم تكون افضل، واحنا ان شاء الله نلحق يعني نشوف بعض الايام ان شاء الله تكون افضل من دلوقتي. يا رب يدي يعني يطيل اعماركم يا رب العالمين ويدي الجميع كل المصريين الصحه والعافيه وشوفوا مصر احلى ان شاء الله عن قريب. يعني إذا كنا بنتكلم عن دعم المخترعين والمبتكرين، تعالوا الأول نتكلم عن دعم المخترعين. إحنا لما بيجينا أو بنتعرف أو بنسمع عن أي حد من الشباب اللي هو عامل حاجة كويسة جدا وتعب وإن هو عايز، ما فيش أي حاجة ممكن من اللي بتتعمل دي وما تبانتش أو ما ظهرتش أو ما حصلش عليها سلطنا عليها الضوء بتبان، ولا حد بيلتفت ليها ولا بيكون ليها الدعم. عشان كده لما بيكون في حالة أو عندنا شباب يعني يقظ وعنده حماسة وعنده اختلاف في الرؤى وقد إيه بيحلم ببكرة وقد إيه عنده طموح، بيبقى دايما يعني هو ده طريقنا اللي احنا بندور عليه على أي شباب يعني بهذه الشاكلة، هو ده اللي دايما احنا بنسعى ان احنا نكون واقفين جنبهم ويكون ايدينا في ايديهم، هما دول اللي احنا عايزينهم. مش ان احنا نقعد ندور على الستارز، يعني ندور على النجوم، نجوم المجتمع، وان احنا بندور على الناس اللي هي مفروض تطلع في كل الفضائيات واللي احنا بنشوفهم يعني نجوم، يعني بتبقى لما بتلاقيهم كده في اي قناه او في اي برنامج هم دول بيطلعوا يتكلموا، وطبعا على راسنا وفوق راسنا كلهم من الخبراء وايضا من الاساتذه الكبار والخبراء في كل المجالات، ولكن يهمنا اكتر اللي دول الشباب اللي هو هيكون إن شاء الله يعني هم الخبراء، ولكن بالتقنيات والآليات الجديدة اللي إحنا محتاجينها اللي ماشي بيها كل العالم. إحنا سمعنا عن في شباب من كلية الهندسة عاملين حاجة كويسة جدا. أحمد عبد النبي هو شاب في كلية الهندسة طالب وبيتعلم في مجال الميكاترونكس، وشايف إن هو في وقت الأجازة يعمل حاجة مفيدة، إن هو يجيب الأطفال ويعلمهم ازاي، يعني الاطفال طبعا من سن 6 فيما فوق، ويعلمهم هو وزمايله ازاي ممكن يكون طرق الاختراع، ازاي ممكن يجيب لهم انسان آلي ويحاول يعلمهم ان هم يفكوه ويركبوه تاني، ازاي ممكن يعلمهم التعامل مع يعني يعمل براكين، يعمل زلزال، وكيفيه التعامل معاهم، ان هم يوسعوا مدارك الاطفال. ودي يمكن مدارس يعني كتيرة بتنتهج هذا النهج في الدول الصناعية الكبرى، وطبعا زي الصين واليابان وكل الدول اللي احنا بنسمع انها تقدمت عندهم الرؤى دي اللي هم بيبتدوا يعلموها، والنهج ده بيعلموه للأطفال. لما يكون عندنا شباب بالوعي ده وشباب بالحس الوطني والمسؤولية دي، وقد ايه هم عندهم احساس بان هو عايز زي ما اتعلم ان هو عايز يعلم غيره، هو ده الاحساس بالمسؤوليه الاجتماعيه اللي احنا بنتكلم عليها، وان هو يعمل ده مجانا. يعني هو مش مثلا عامل حاجه في فتره الصيف في الاجازه يعني ان هو بيعمل حاجه يتكسب منها، لا ده هو عامل ده مجانا للاطفال، وبيشجع الناس ان هم يعني يجيبوا اولادهم ويعلموهم ده، وان هو يعني في الاخر اكيد بيطلع بمنتج مهم جدا. واكيد يعني لسه كنت زي ما بقول لزمايلي في الاعداد بره قبل ما ادخل الهواء، ان الرزق كله مش فلوس، يعني مش فقط ان هو مثلا يطلع له اجر كبير في الفتره دي فيحس ان هو عمل حاجه، لا هو عمل حاجه وربنا رزقه بالاكتر من الفلوس، لان هو علم علم، والعلم ده اللي هو بيؤجر عليه ويبقى علم ينتفع بيه، يعني شوف بقى يكون اجره فيه قد ايه. وان هو يكون شاب ويعني
يتبرع بوقته ومجهوده، وان هو يكون ممكن بلاش حتى لو مش عايز يشتغل بيروح، زي ما انتم عارفين معظم شبابنا فتره الاجازه يقول لك انا في اجازه، فبيروح يقعد على كافيهات، بيروح يخرج هو واصحابه، بيروحوا الساحل، بيروحوا مش عارف فين فين، اللي بيخرج يعني اللي قادر منهم، يعني اللي عنده القدره الماليه ان هو قادر يعمل ده، او اللي ما عندوش بيقدر يقعد على الانترنت، يقعد على العاب الكمبيوتر اللي هم بيلعبوا عليها دي، مش فاكره اسمها، يعني المفروض ان هو البلاي ستيشن، فان هو يبقوا قاعدين ممكن ليل ونهار ويسهروا ويناموا بالنهار ويسهروا بالليل، لا دول شباب عندهم وعي وعندهم حس وعندهم مسؤوليه، وان هم يعني عندهم قد ايه حلم عايزين يحققوه بان هم تعلموا حاجه، وعايزين يعلموا اطفال كتيره هذا النهج العلمي ده، ويوسعوا مداركهم بحيث ان هو يكون في عندنا جيل كمان عنده رؤية وعنده ابتكار وعنده اختراع ويقدر يخترع ويقدر يعملوا حاجة احنا محتاجينها جدا. تعالوا نشوف تقريرنا عن احمد عبد النبي وزمايله في كلية الهندسة وتعليمهم للاطفال، وبعد تقريرنا هيكون معانا فاصل، بعد الفاصل عندنا فقرة اعتقد انها فقرة مهمة جداً.